بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم أيها الحضور الكرام أيها الأخوة العزاء كم هي المناسبة العظيمة تلك التي نجتمع فيها في هذا الشهر الفضيل لأنقل إليكم تحيات الشعب السوري المكلوم الذي يعيش منذ ما يقارب 30 شهراً مأساة إنسانية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً. أيها الأصدقاء، وكما تعرفون فقد بدأت ثورتنا سلمية لترفع الظلم والمعاناة عن شعبنا المظلوم وتنشد الحرية والعدالة الاجتماعية لكافة أبناء المجتمع دون تمييز بين فرد وآخر أو بين طائفة وأخرى. فكما تعرفون فإن سوريا هي مهد الحضارات التي تعاقبت على أرضها المقدسة منذ آلاف السنين ولكن وعلى حين غفلة من الزمن استولت عليها عصابة من الأشخاص، ولا أبالغ إن قلت لكم إنها أسرة واحدة تفردت بالحكم واستولت على البلاد والعباد لتجعلها مزرعة تباع وتشرى، ولكن هيهات، لقد جاءت صحوة شعبنا ولو متأخرة حيناً لتلقن هذه العصابة درساً في الفداء والتضحية. أقول لكم كلامي هذا وأنا ابن الجولان السليب المباع الذي باعه حافظ الأسد مقابل حفنة من الدولارات وضمانات للاستيلاء على الحكم ليخرج علينا ولسنوات عديدة مرة بالمقاومة والصمود وتارة بالممانعة والتحرير دون أن يقدم شيئاً. لقد دفع شعبنا وعلى عقود أربعة من دمه وماله وكرامته ليشتري سلاحاً ويبني جيشاً ليدافع عن الوطن ويحرر الأرض ويعيد الجولان إلى حضن أمه سوريا. ولكن للأسف فإن هذه الحفنة المالكة قد حولته إلى جيش يقتل شعبه ويدمر مدنه وقراه ويزيل حضارته، وما قلعة الحصن وقلعة حلب وجامعها الكبير وسوقها الأثري وجامع الصحابي الجليل خالد بن الوليد بحمص، وما عملية التطهير العرقي التي ينفذها النظام اليوم في حمص والقصير وبانياس التي لم يشهد لها العالم مثيلاً منذ مجازر رواندا قبل 20 عاماً، وباعتراف الأمم المتحدة نفسها إلا أكبر دليل على همجية هذا النظام الذي ما فتئ يقتل شعبه ليل نهار مستخدما كافة أنواع الأسلحة من دبابات ومدفعية وراجمات صواريخ وصواريخ وطائرات، وحتى السلاح الكيميائي الذي رسمت حوله عدة خطوط حمراء من الدول الكبرى التي تدعي الحرية والديمقراطية وتتغنى بحقوق الإنسان، في الوقت الذي أنقل إليكم مقتل أكثر من 100,000 وإعاقة مئات الآلاف واعتقال أكثر من ربع مليون شخص ما عدا المفقودين والمشردين الذين يتوزعون في عدد من الدول المجاورة في تركيا ولبنان والأردن والعراق وغيرها من الدول، ومعظمهم بلا مأوى ولا مسكن، عدا المهجرين من الملايين في الداخل السوري والذين يعيشون مأساة حقيقية لم تشهد مثيلها الإنسانية، ولا حتى كوسوفو ولا نظام الأبرتيد العنصري في جنوب أفريقيا. أما عن المجازر فلا أريد أن أحدثكم عنها، فهي كثيرة وتقشعر لها الأبدان وأنتم تعرفونها والعالم كله قد رآها وسمع بها، وقد سمعتم كم مرة استخدمت روسيا حق النقض حتى للمواد الإغاثية للمناطق المنكوبة في حمص وغيرها. وغني عن التعريف ما يقوم به النظام الإيراني من إمدادات بالسلاح والرجال والمال في سبيل قمع إرادة شعبنا وإعطاء النظام المجرم جرعة وراء جرعة حتى يعيش أطول فترة ممكنة ليقتل شعبنا، وهي تقوم بنقل العتاد والسلاح بجسر جوي وبري عبر العراق ولا أحد يحرك ساكناً،
ومن يسمون أنفسهم أصدقاء الشعب السوري، ولا نسمع منهم إلا كلاماً مبهماً ودعماً معدوماً. وكم مرة عقدت الاجتماعات باسم أصدقاء سوريا، أصدقاء الشعب السوري، ولكن للأسف كانت في مهب الريح. وقد رأينا كيف قام أصدقائنا برفع الحظر لدعم الجيش السوري الحر، لكنه كان كلاماً ودون فعل. وما تقوم به اليوم ميليشيات مسلحة في غزو فاضح وتدخل هو بمثابة احتلال لارتكاب أبشع المجازر في القصير والقابون وحمص. والآن وأنا أتحدث أمامكم تقوم ميليشيات حزب الله ولواء أبو الفضل العباس وعصائب أهل الحق وغيرها بدك أحياء حمص القديمة، متبعة سياسة الأرض المحروقة. أيها الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي نرحب فيه بقراركم إدراج الجناح العسكري لحزب الله، فإننا نعتقد أنه لا فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لهذا الحزب، فكلاهما لعملة واحدة اسمها الإرهاب. كما أننا نعتقد جازمين أن توجيه ضربة نارية جوية وصاروخية لأهداف ومواقع منتقات تحت مظلة الحلف الأطلسي وبالاشتراك مع إدارة الرئيس الأمريكي أوباما باسم ارتكاب النظام جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، ستعمل على إسقاط وإنهاء معاناة شعبنا. هذه معاناة شعبنا، أنقل بعضاً منكم إليها وبكل أمانة وإخلاص، علنا نجد استجابة أو معيناً لنا في على هذا الوحش الذي يدمر شعبه. أيها الأخوة والأصدقاء، أقول لكم لقد بدأت ثورتنا سلمية وغير طائفية، وكما أقول لكم أن شعبنا وجيشنا الحر مصممان على دحر هذا النظام المجرم واقتلاعه مهما طال الزمن ومهما كلف التضحيات. وأعدكم أننا سنبني سوريا الحديثة بلداً ديمقراطياً يحقق العدالة والمساواة والعيش الكريم لكافة أبناء وطوائف المجتمع السوري الجديد. ولن يستطيع أحداً أن ينفذ مشاريع تقسيمية بحق بلدنا، وستبقى تلك المشاريع في عقول أولئك الطغاة والطائفيون. أيها الأخوة والأصدقاء في أوروبا، أتعهد إليكم باسم الجيش الحر، في حال قررتم تزويد الجيش الحر بالسلاح النوعي المطلوب لإسقاط الطاغية، بأن هذا السلاح سوف يصل إلى أيدي الأمينة والمعتدلة بعيداً عن تطرف، ونحن بأمس الحاجة لهذا السلاح منكم أيها الأصدقاء. إن حضورنا ووقوفنا مع المقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق بقيادة الأخت الرئيسة مريم رجوي يأتي من إيمان العميق بأن شعبنا والشعب الإيراني الشقيق وأخواتنا وأخوتنا في مخيمي أشرف والليبرتي نواجه عدواً واحداً ونحن في خندق واحد مع بعض، وأن إسقاط الطاغية بشار الأسد يؤدي إلى سقوط ولاية الفقيه في إيران. انتصارنا انتصاركم وانتصاركم انتصارنا. أشكركم أيها الأعزاء والأصدقاء على دعوتكم لوفدنا لحضور مؤتمركم هذا الداعم لشعبنا العظيم الذي يسطر أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.